الحركة في الصلاة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فجاءت عائشة ففتح لها الباب ثم رجع، رجع خطوتين فتح الباب ثم رجع إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول أهل العلم الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة لا بأس بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل حفيدته وبنت بنته أمامة بنت زينب، فكان يصلي وشايلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها في الأرض، فإذا قام إلى الركعة الثانية حملها صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العلم الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا بأس، إذا تقدم خطوة يرجع خطوة عن يمين خطوة عن يسار، بس أهم شيء لا يخالف الجبلة، لا يترك استقبال القبلة، لا يلتفت عن القبلة، لكن يتحرك أمام خلف يمين يسار حركة يسيرة لحاجة فما في بأس إن شاء الله تعالى. يعني أتقدم خطوة مثلا أشلع التلفون مثلا أو التلفزيون مثلا أصكة أو شيء كذي أو كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى أن الإنسان يتحرك الحركة اليسيرة. سلام.